السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني. وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية بيج نمبر 16 أو صفحة رقم 16، والنهاردة هنبدأ مع بيج نمبر 17 أو صفحة رقم 17. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بيج نمبر 17 أو صفحة 17 هو Egypt from space. Egypt بلدنا الحبيبة مصر، اسمها Egypt. from يعني من، space الفضاء. وطبعا هنا بيكلمنا عن الصورة الخاصة بخريطة مصر اللي اتخذت عن طريق المحطة الفضائية او الأقمار الصناعية اللي خارج الارض، اللي هي موجودة في الفضاء الخارجي بتاع كوكب الارض. فهنا بيكلمنا عن الصورة بتاعت خريطة مصر from space او من الفضاء. وبيقول لنا هنا look انظر at the picture على الصورة، to answer لتجيب، questions الأسئلة، in class في الفصل. يبقى لازم ننظر على البيكيتشر الموجودة أو الصورة الموجودة علشان نجاوب على الأسئلة اللي هتتسأل لنا في الكلاس روم أو في حجرة الفصل. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي قدامنا صورة للماب أو الخريطة الخاصة بإيجيبت بلدنا الحبيبة مصر، وموجود في الأربع الاتجاهات الخاصة بالماب دي أربع مربعات أو 4 squares فاضيين. فهنا طبعا لازم نكون عارفين إن هو بيكلمنا عن الاتجاهات الأربعة اللي احنا عرفناهم قبل كده واحنا بنتكلم عن الكومبس أو البوصلة. وطبعا الاتجاهات الأربعة هي النورث أو الشمال، والساوث او الجنوب، والايست او الشرق، والويست او الغرب. طبعا دي الاتجاهات الاربعة. في اي مكان في الدنيا لازم يكون في نورث يعني شمال، وساوث يعني جنوب، وايست يعني شرق، وويست يعني غرب. فطبعا هنا هنكتب اسماء الفور دايركشنز او اسماء الاتجاهات الاربعة الخاصة باي خريطة في الدنيا. هنكتب هنا فوق نورث، تحت هنا هنكتب ساوث، هنا هنكتب ايست او الشرق، وهنا هنكتب ويست او الغرب. وبالتالي هنكون اكملنا الماب او الخريطة بتاعتنا. وطبعا زي ما احنا شايفين يا اصحابي هو مدينا هنا تحت الخريطة في شكل كده بيورينا ان الابعاد الخاصة بالخريطة في 0 وفي 50 وفي 100 كيلومتر. يعني هنا يا اصحابي كل واحد سنتيمتر او كل سنتي واحد من الخريطة دي بيقابله في الحقيقة 100 كيلومتر او 100 كيلومتر في الحقيقة. فالنقطة الصغيرة اللي انت ممكن تكون شايفها في اي مكان في الماب دي او في الخريطة دي بيكون قدامها في الحقيقة كيلومترات او مساحة كبيرة جدا من الارض طبعا بتقابلها في الواقع. وهنا بيقول لنا اصحابي to get to يعني لأصل الى جيزة، محافظة الجيزة. We have to go يجب علينا ان نذهب، ونقط طبعا كتير. ومكتوب تحت هنا from our hometown من مدينتنا. طبعا يا اصحابي هنا مفيش اجابة نموذجية زي ما قلنا قبل كده، كل واحد هيشوف الجيزة بالنسبة له في انهي اتجاه من الاتجاهات الاربعة او من الفور دايركشنز هنا. فمثلا انا في كايرو او القاهرة، لو عايز اروح الجيزة لازم اتحرك ناحية الساوز او الجنوب علشان اوصل للجيزة. فهقول هنا to get to Giza we have to go south from our hometown،
من المدينة اللي أنا موجود فيها. ممكن حد تاني يكون موجود في محافظة أو في مكان في الساوز، فالجيزة هتكون بالنسبة له في النورث، النورث أو الشمال، فهيكتب هنا نورث. ممكن حد تاني يكون جنب الجيزة بس جنبها من ناحية الإيست أو الشرق، فهي بالنسبة له هتكون في الويست أو في الغرب، فهيكتب هنا ويست. ممكن حد تاني يكون في الويست أو في الغرب، فالجيزة هتبقى بالنسبة له في الإيست أو في الشرق، فهيكتب هنا إيست أو شرق. فكل واحد هيكتب هنا الجيزة أو محافظة الجيزة بالنسبة له في أنهي اتجاه، ويكتب هنا اسم الاتجاه اللي هي موجودة بالنسبة له فيه. وبكده نكون عرفنا الفور دايركشنز أو الاتجاهات الأربعة، ويعني إيه space يعني فضاء. وطبعا عرفنا ان في صور بتتصور للارض، وخرائط كتيرة جدا دلوقتي معمولة بصور متصورة من الاقمار الصناعية والمحطة الدولية بتاعت الفضاء اللي موجودة في السبيس او في الفضاء الخارجي خارج كوكب الارض. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 18 او صفحة رقم 18، وعنوانها close up from space. close up يعني صورة مكبرة، صورة بشكل مقرب. from space من الفضاء. لما انا اعمل عليك close up يعني ان انا اقرب منك واكبر صورتك، حتى لو انا موجود في مكان بعيد، ده بيبقى عن طريق حاجة اسمها الزوم. ف close up from space يعني صورة مكبرة، صورة بشكل دقيق. from space من الفضاء. وهنا بيقول لنا look at، انظر على the pictures الصور، during في اثناء، class discussion مناقشة الفصل. وهنا مدينا صورة الاي او العين، فهنا هننظر على two pictures دول او الصورتين دول، وهنسمع وهنركز فيهم during class discussion او اثناء المناقشة بتاعت الفصل. فطبعا يا اصحابي الصورة دي من كتاب دليل المعلم. المفروض هنا يا اصحابي ان احنا نبقى عارفين ان these are pictures of the pyramids، دي صور للاهرامات، في اهرامات مختلفة في مصر غير اهرامات الجيزة كمان. this picture، هذه الصورة، was taken، تم اخذها، from a satellite، من قمر صناعي، called، بيسمى The International Space Station أو محطة الفضاء الدولية. It's close enough، إنه قريب كفاية، to the Earth، من الأرض، that we can see، اللي خلينا القرب اللي خلينا نقدر نشوف، some large features، بعض العناصر الكبيرة، on the surface، على سطح الأرض، of the Earth، يعني على سطح الأرض، like the pyramids، مثل الأهرامات. how many can you see، كم هرم انت تقدر تشوفه. فالمفروض ان احنا في الكلاس روم التيتشر بتاعنا هيوضح لنا النقطة دي، ويعرفنا ان الصورة دي متاخدة عن طريق الساتلايت او قمر صناعي كولد، بيسمى International Space Station او محطة الفضاء الدولية، بشكل مقرب كفاية بحيث ان احنا نقدر نشوف اللارج فيتشرز او العناصر الكبيرة على السيرفس اوف ذا ايرث، اللي موجودة على سطح الارض، like the pyramids، مثل الاهرامات. وفي الاخر هيسألنا ويقول لنا how many can you see، تقدر تشوف كم هرم في الصورتين. فطبعا هنا يا اصحابي الصورتين، في هنا صورة لمنطقة دهشور. دهشور دي منطقة موجودة في مصر فيها اهرامات، اسمها اهرامات دهشور. والصورة التانية للاهرامات بتاعت الجيزة اللي احنا كلنا عارفينها. فتعالوا نعد عدد الاهرامات او البيراميدز الموجودة في الصورتين. فهنا عندنا في الجيزة 1 2 3، هنا 3، وهنا ده اسمه ريد بيراميد يعني الهرم الاحمر كده 4، وهنا بنت بيراميد هنا 5، وهنا امينمهات التالت بيراميدز يعني الهرم بتاع امينمهات التالت اللي هو رقم 6، وهنا هرم دهشور بيراميد، يبقى هنا الهرم السابع. يبقى كده في عندنا
7 بيراميدز او 7 اهرامات. واحنا كده التيتشر بتاعنا لما يسالنا في الكلاس روم هاو ميني بيراميدز كان يو سي، هنقول له كام؟ 7 بيراميدز او 7 اهرامات في الصورتين دول. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 19 او صفحه 19، وعنوانها نورز فاميلي ميكس بلانز. نورز فاميلي يعني اسره نور زي ما عرفنا قبل كده. ميكس بلانز بيصنعوا بلانز يعني خطط. وهنا بيقول لنا read the story، اقرا القصه. circle words، ضع دائره حول الكلمات you do not know، التي لا تعرفها. فهنا بيقول لنا when نور came home، عندما عادت نور الى المنزل from school، من المدرسة. she found، هي وجدت grandpa الجد and her brother، واخوها سمير sitting at the computer. sitting at the computer، قاعدين على الكمبيوتر، قاعدين بيعملوا حاجة على الكمبيوتر. فهم قالوا لها we are online. we are online يعني احنا موجودين على الشبكة بتاعت الانترنت. online يعني على الانترنت. سمير said، سمير قال كده. smiling، وهو مبتسم. grandpa الجد and I، وانا are planning our trip. are planning our trip، بنخطط الرحلة بتاعتنا. now الآن سمير said grandpa we will all plan the trip together. we will all، نحن كلنا سوف plan the trip together، هنخطط الرحلة بتاعتنا together معا. you and I، انت وانا are doing، بنعمل research. research بحث for the trip. for the trip عن الرحلة بتاعتنا. وهنا بيقول لها okay. okay يعني حسنا. said سمير، سمير قال كده. نور did you know، هل أنت تعرفي that there، أن هناك are more than 100 pyramids in Egypt، أن في هناك أكثر من 100 هرم في مصر. more than، أكثر من. 100 pyramids in Egypt، 100 هرم في مصر. سمير showed نور، سمير وضح لنور أو أرى نور يعني وراها. a picture، صورة. of the pyramids، للأهرامات. in Giza، في الجيزة. taken from space، taken from space، تم أخذها من الفضاء. وهنا كمان بيقول لها I have seen that picture in school. I have seen، أنا رأيت that picture، هذه الصورة. in school، في المدرسة. نور said، نور قالت كده. to her brother، لأخيها. do you think، هل أنت تعتقد we could visit، إن احنا سوف نستطيع أن نزور pyramids، الأهرامات. along our trip، في أثناء رحلتنا. grandpa، يا جدي. فطبعا الجد هيرد عليها ويقول لها I have not been to Giza pyramids، أنا ما روحتش أهرامات الجيزة. since، منذ. I was much younger. younger يعني صغير في السن. I was much younger يعني أنا كنت صغير جدا في السن، يعني من زمان قوي. much younger يعني أصغر سنا بكثير. I have not been to Giza pyramids، أنا ما زرتش أهرامات الجيزة. since I was much younger، منذ أن كنت أصغر سنا بكثير. said grandpa، said grandpa، الجد قال كده. I would like to visit them، أنا سوف أحب أن أزورهم. I would also like، وسوف أحب أيضا. to see the pyramids in Saqqara، ان انا اشوف الاهرامات في سقارة، في منطقة سقارة، ودي منطقة برضو موجودة في مصر. would you، هل انت سوف تحبين ذلك يا نور؟ فنور هترد عليه وتقول له yes said نور. yes said نور، نعم نور قالت كده. I would like to see many pyramids. I would like، سوف احب ان. to see many pyramids، ان ارى الكثير من الاهرامات.
as we travel, as we travel واحنا مسافرين. me too وانا ايضا. ست سمير، سمير قال كده me too انا ايضا. فبكده احنا عرفنا ان نور's family او اسرة نور بتخطط للتريب بتاعتهم او رحلتهم اللي هم عايزين يروحوها مع بعض، وازاي ان سمير والجراندبا او سمير اخو نور الصغير والجراندبا او جدها كانوا بيعملوا بلاننج او بيخططوا للتريب للرحلة بتاعتهم، وكمان كانوا قاعدين اونلاين او قاعدين على الانترنت بيشوفوا صور الاهرامات او البيراميدز وبيحاولوا يخططوا ان هم يزوروا البيراميدز او يعملوا فيزيتنج للبيراميدز during the trip او في اثناء الرحلة بتاعتهم. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 استفادوا او 1000 تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.